نوقف الكلام أمام مآسي إحنا دا نسمعها يوميا، مناشدات تصلنا، رسائل، استغاثات. يعني والله مرات أعجز، يعني إعلامي لكن يعجز عن الكلام، يقف ما أعرف أجاوب. يعني الآن إحنا يعني من خلال البرنامج نطرح، وأكيد كل المسؤولين بالدولة العراقية كلها تعرفوا معاناة المواطن. يعني هو ما دا يطلب قصور ولا دا يطلب يعني أكثر من المفترض، حقوق هذا متقاعد. يعني شريحة المتقاعدين للأسف، يعني ما أعرف أنا يعني لحد الآن هذا التغافل عن هذه الشريحة. جلسات لمجلس الوزراء ولا يمهم أصلا، مجلس النواب أصلا ولا يمهم. يعني من تحكي يعني أخطأنا وأخطأنا، هذا دائما إحنا نسمعه. خلي يزعلون علي، خلي يزعلون علي كل اللي بالمجلس النواب، مع احترامي إلهم، لكن أنا اليوم أبدأ أقول لك أنت خلي نفسك بمكانه، خلي نفسك بمكانه. اليوم أنت عندك راتب، أفرض أن هذا الراتب راح أو تم استقطاعه، مين تعيش؟ يعني أنت اللي المشرع اللي كتبت القوانين، يعني أنت ما راعيت بأن الـ يعني الـ الحياة ومتطلبات الحياة في ازدياد مستمر؟ ما بعد ارتفاع سعر الدولار ألقى بظلالة على واقع كثير من الشرائح المظلومة المعدمة. للأسف ما لقينا واحد منصف. الكل تقول أكو فساد، الكل تقول الشعب مظلوم، الكل تقول ما قدمنا خدمات. وينكم؟ وينكم من هذا الشعب؟ هسا نحكي الناس تزعل علينا، مرات يزعلون علينا المسؤولين، لكن احنا اليوم، احنا اليوم من انت تجيك مناشدة وانت تظل واقف، انت يعني شو تريد تجاوبهم؟ لا انت بديك يعني صنع القرار، انت بديك بس القلم والحديث مالتك، صوتك اللي دا يوصل، لكن انتو امامكم الان صنع قرارات لهذا الشعب. هو ما رايد منكم شيء، ما رايد شيء، رايد كله اشياء بسيطة، سكن لائق، خدمات، راتب جيد يليق بحياتها سادة. يقدر يقول لك اني هذه شريحة المتقاعدين، هذا واحد من مظالم كثيرة تصلنا. الأمر الديواني أيضا عوائل 400,000، أستحلفك يا المسؤول أنت 400,000 تعيش بيها ويا هذا الواقع؟ يعني مجرد صار حظر ارتفع كيلو البوتيتا 3,000 دينار، طيب هذا اللي عنده عائلة شلون؟